مشفقاش منسم ليتصير كان. لا يزال كيان العدو الإسرائيلي واقعاً تحت صدمة عملية يافا وتداعياتها، يترقب الرد اليمني ويرصد كل التفاصيل والمواقف التي تلتها. إعلام العدو عكس جانباً من هذا الاهتمام. بعد 3 أيام من الهجوم في اليمن، يبدو أن أنصار الله عازمون على استهداف منشآت الطاقة في إسرائيل كهدف رئيسي. نشروا اليوم أيضا مشاهد من إطلاق مسيرة الأسبوع الماضي نحو تل أبيب، زاعمين أنها من إنتاج يمني على الرغم من أنها طائرة إيرانية. وتقدم في مسألة أخرى مثيرة في الساحة اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق لتهدئة التوترات بين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية، وهذا مثير للاهتمام من خال، لأن من يقف وراء هذا الاتفاق هي السعودية التي تدعم الحكومة المعارضة للحوثيين. والقصة هي أن السعوديين قلقون جدا من الرد الانتقامي ضد إسرائيل بأنه سوف يستهدف أيضا أراضي المملكة. المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة. التأهب حاليا هو في صفوف القوات الجوية والاستخبارات حتى اتجاه الغرب من البحر الأبيض المتوسط، مثلما أصابت تلك المسيرة التي جاءت من منطقة قبالة تل أبيب. إعلام العدو لم يكن بعيداً عن رصد المواقف الشعبية والرسمية في اليمن بعد العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في الحديدة. בבירת תימן סאנה הוציאו החוסים את הציבור לרחובות כדי להביע את זעמו. מימים כהירי הבוקר לאילת הוא לא באמת התגובה המשמעותית שלהם. אנ רדע על العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما بإذن الله. תושבי העיר, לפחות כלפי חוץ, לא מתרגשים מהתקיפה חסרת התקדים בארצם ומבטיחים להמשיך ולתמוך בפלסטינים בעזה. والله لو يحرقوا ما حرقوا لو يقصفوا ما قصفوا نحن مع غزة لو ما عبقي يمني. أنا أقول للإسرائيلي أيها الأحمق أيها الغبي والله أنها بداية نهايتكم اليوم بضربكم لليمن. منهيج الحوثيين عبد الملك الحوثي يقدم له اليوم نومه الشبوعي ويفتيح تجوبه نخرصت على تكيفه تعال وخزر على جيبوي لحماس ويتجاء بإيلوت الباولوت شر الارغون. عدوانه الذي نفذه لن يوفر له الردع ولن يمنعنا من الاستمرار في المرحلة الخامسة. إعلام العدو نقل عن مختصين في الملف الأمني تشارك الولايات المتحدة الأمريكية مع كيان العدو كامل المعلومات المتعلقة بما أسموها الأهداف في اليمن، بالإضافة إلى إنشاء وحدة اليمن للاستخبارات. لفتوا إلى أن ذلك كان منذ وقت مبكر حتى قبل عملية يافا. كان أخوانا مخالفنا كخطيش. قبل حوالي 6 أشهر أنشأت وحدة اليمن في قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية. حدث هذا بعد 7 أكتوبر، وحدة جديدة مهمتها جمع المعلومات الاستخباراتية حول ما يجري في اليمن ووضع قائمة أهداف. حتى ذلك الحين الساحة اليمنية لم تكن فاعلة، وبعد أن بدأ الحوثيين في تنفيذ ضربات نحو مدينة إيلات وأيضا في مهاجمة السفن والباخرات التي كانت تتجه نحو موانئ إسرائيل، نشرت معلومات في الأشهر الأخيرة حول نقل معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة. معلومات استخدمت في الهجمات على منشآت في اليمن من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وحقيقة أن إسرائيل تتواجد اليوم استخباراتيا في اليمن. והעובדה שישראל נמצאת היום מודיעינית בתימן משלחת שיצאה להכין את המשלחת של ראש הממשלה وفد مصغر خرج للتحضير للوفد المرافق للرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لزيارته إلى واشنطن، حيث اجتمع مع مسؤولين أمريكيين بما فيهم الجانب الأمني الأمريكي، وتناولوا موضوع تهديد الحوثيين من الجنوب باتجاه إسرائيل. تمت مناقشته خلال الاجتماعات، وتم الاتفاق حينها بين الجانبين إسرائيل والولايات المتحدة بأنه يجب العمل معا، ولم تحدد بعد الطريقة للرد على هذا التهديد، وهذا قبل المسيرة التي أصابت الشقة في تل أبيب. حالة من الترقب تسود الأوساط الصهيونية بشأن رد اليمن وما يمكن أن يمثله اليمن من تهديد على أمن الكيان، في مرحلة لا يخفي الصهاينة من قلق بالغ من التنسيق المتصاعد بين جبهات الإسناد.